أرخص ساعة ذكية في تاريخ البشرية. إذا كنت كتقلب تشري ساعة ذكية في المغرب مؤخرا وبغيتي ساعة اللي توفر لك مميزات واعرين بزاف بواحد الثمن اللي هو رخيص وبواحد التضحيات اللي هما صغيرين بالمقارنة مع الثمن، فكننصحك تتفرج معايا في هذا الفيديو حتى الآخر. كيفاش تشري هاد الساعة الذكية ومنين تشري هاد الساعة الذكية وبشحال تشري هاد الساعة الذكية؟ كلشي غتلقاه في الآخر ديال الفيديو من بعد ما نهضروا على كاع المميزات والمواصفات اللي كتقدمها لك. يلا نبدا. اول حاجه غادي نهضر عليها هي الانبوكسين ديال العلبه ولا فتح العلبه. بطبيعه الحال الساعه كتجيب جوج ديال الالوان، اللون الوردي بالنسبه للبنات واللون الاسود بالنسبه للدراري والرجال. بطبيعه الحال فتح العلبه هنا عادي جدا وكانك كتفتح اي منتج اخر، فعندك سترابس اللي كتجي من السيليكون على حسب اللون ديال الساعه سواء وردي او اسود، واللي الشكل ديالها مشابه بدرجه كبيره للسترابس الخاصين بالابل واتش، لا في الشكل ولا في الطريقه ديال التركاب ديالهم. وطبيعه الحال عندك الساعه نفسها اللي كتجي بها ستيكرز من ليكرون ومن الظهر بطبيعه الحال للحمايه، وعندك ايضا الشاحن اللي كيجيب واحد الشكل زوين واللي ما كيخليش الساعه تفلت فاش كتكون كتشارجا. شي مرات كديرها كتشارجا وفي الاخر كتلقاها ما كتشارجا. وبطبيعه الحال عندك كتيب الاستخدام اللي كيشرح لك كيفاش تخدم الساعه واللي ما كيخدم حتى شي واحد. بطبيعه الحال من ناحيه التصميم وجوده التصنيع ديال الساعه، فهنا الصراحه ما خلت لي ما نقول بالنسبه لها الثمن. فهنا الساعه الجوده ديالها واعره بزاف بالمقارنه مع بزاف ديال الساعات اخرين اللي شفتهم اغلى منها من ناحيه الثمن. عندك هيكل كامل من الالومنيوم، وعندك بطبيعه الحال ايكرون عاديه جدا واللي غنرجعوا ليها في هذا الفيديو. من الجهه اليمنى عندك كراون واللي في نفس الوقت زر يمكن لك تخدمه، وايضا عندك زر في الاسفل، وعندك مايكروفون باش دير مكالمات. نعم هذه الساعه يمكن لها دير مكالمات سواء تهضر منها ولا تهضر عن طريقها بسهوله تامه. من الظهر عندك البينز اللي كتشارجا من خلالها الساعه عن طريق الشاحن المغناطيسي اللي كيجي معاها، وعندك ايضا المستشعرات الخاصه بالهيرت ريت مونيتور او حساب نبضات القلب والبلود بريشر والسليب مونيتور واي حاجه احتاجيتيها غتلقاها هنا في الظهر، جميع المستشعرات موجوده. في البدايه ديال هذا الفيديو قلت لك كاين واحد النقطه خاصك تضحي بها بالمقارنه مع الثمن ديال هذه الساعه، وهنا وصلنا النقطه اللي غندوي لك عليها واللي انا شخصيا قادر انني نضحي بها بالمقابل نحصل على واحد الساعه وواحد المميزات اللي هما زوينين، اللي هي سكرين ولا ليكرون. فليكرون ديال هذه الساعه ماشي شي ايكرون اللي هي واو واعره بزاف، الالوان ديالها عاديين بزاف، الدقه ديالها ناقصه بالمقارنه مع ساعات اخرين. وبطبيعة الحال غتلاحظ هذا الفرق إذا خدمتي الساعة بالمقارنة مع ساعات بزاف من الفئة العالية، يعني كنهضر على ساعات ديال 1000 درهم 1500 درهم، إلا قارنتيهم مع هاد الساعة فراه غتبان لك الفرق من ناحية ليكرون. هنا ما كنقولكش أن هاد الشاشة كارثية وما فيها ما يتشاف، بالعكس الألوان ديالها مزيانين، اللمس ديالها مزيان، سرعة الاستجابة ديالها معاك مزيانة، ولكن الدقة ناقصة شوية بالمقارنة مع ساعات أخرين أغلى منها في هاد الفئة السعرية. بطبيعة الحال كون كنت أنا بلاصتك غادي نضحي بالدقة ديال ليكرون بالمقابل غنحصل على بزاف ديال الفيتشرز والمميزات اللي واعرين بزاف بالنسبه للثمن ديال هاد الساعه. الا كنتي سبورتيف وكتقلب على دي مود ديال السبور اللي غتخدمهم مع الساعه الذكيه ديالك، فهنا عندك بزاف ديال لي مود، لا من الجري لا من المشي لا من ركوب الدراجه لا من بزاف الحوايج، واللي كيحسبوا لك بطبيعه الحال المسافه اللي قطعتيها في ديك الفتره وشحال من سعره حراريه حرقتي وشحال دقات القلب ديالك كانوا والمسافه واي حاجه قلبتي عليها غتلقاها كاينه في هاد سبورتس مود. زيد على هادشي عندك بلوتوث 4.0 اللي هو قديم شويه بطبيعه الحال، ولكن في هاد الفئه السعريه مقبوله وشكل عادي جدا وخدام صراحه ما فيه حتى شي مشكل. عندك هارت ريت مونيتور او حساب نبضات القلب واللي المستشعر ديالو كاين في الظهر ديال الساعه، وعندك سليب مونيتور اللي كيحسب لك النوم شحال نعستي، نوم عميق ونوم عادي وكل هذه الامور والتفاصيل ديال السليب مونيتورين، وحساب نسبه الاكسجين في الدم وتشوف الطقس ديال المدينه ديالك وتوصل بالاشعارات ديالك لا من المكالمات ولا من الرسائل ولا من واتساب ولا من ماسنجر في الساعة نفسها. والجميل في الأمر أنها كتدعم اللغة العربية بشكل كلي، ما كاين حتى شي مشكل. والميزة الواعرة بزاف اللي أنا شخصيا عجبتني واللي تنخدمها من اليوم هي عمل مكالمات من الساعة نفسها، سواء استقبال مكالمات شي واحد يمكن له يصونع لك في ساعة وتجاوبه من الساعة نفسها بلا ما تحتاج تجيب التليفون ديالك لأن فيها مكبر صوت وفيها مايكروفون، ولا تدخل الدايلر وتكتب النمرة اللي بغيتي تعيط لها وتعيط لها من الساعة بلا ما تحتاج التليفون ديالك وتخليه ديما في الجيب ديالك بلا ما تحتاج انك تجبده، واللي حاجه واعره بزاف. ومن ناحيه نقاء الصوت في المكالمات فراه كاين فرق كبير بين هذه الساعه وبين ساعات اخرين بزاف جربتهم صراحه، النقاء هنا مزيان صراحه زوين، كتسمع الهضره نقيه مزيانه ما كاين حتى شي مشكل صراحه. معني ما نقول
عندك بزاف ديال الميزات اخرين في هذه الساعه، مثلا انك تتحكم في الموسيقى اللي عندك في التليفون ديالك عن طريق البلوتوث من الساعه نفسها، واللي امر واعر بزاف. يمكن لك تاخذ سيلفي بالكاميرا ديال التليفون ديالك من الساعه نفسها، يمكن لك تشغل التورش او الفلاش لايت الا كنتي في الليل وكان مشكل في الاضاءه. وكاين بزاف صراحه هاد الحوايج اللي زوينين بزاف. بطبيعه الحال هادشي كله غتتحكم فيه من التطبيق اللي كيجي مع الساعه نفسها واللي كيخدم على الاندرويد والايفون. فاللي غتحتاج ديرو هو تانستالي لابليكاسيون راي فاين، غنخلي لك الرابط ديالها في صندوق الوصف. سواء كان عندك تليفون اندرويد ولا كان عندك تليفون ايفون فراه كيخدم عليهم بجوج، ما كاين حتى شي مشكل. ومن ثم يمكن لك تشوف جميع التفاصيل الخاصه بالساعه ديالك وتتحكم فيها وتغير حتى الواتش فيسز وتحمل واتش فيسز جداد ولا واجهات ديال الساعه جداد، ودير بزاف ديال الحوايج بالمقارنه مع الاعدادات اللي كاينين في الساعه نفسها. فكنصحك ضروري الا كنتي غتخدم هاد الساعه تخدم معها لابليكاسيون ديالها، لانها كتعطيك واحد البوش وواحد البوست اضافي، واحد الميزات اضافيه ما كاينينش في هاد الساعه. البطاريه او الباتري في هاد الساعه حاجه مهمه بزاف، وانا شخصيا واحد من الناس اللي كيهتم بهاد القضيه، خصوصا يعني باش كتشارجي الساعه كل يوم تقريبا، فكيكون الامر شويه متعب وشويه صعيب. بزاف ديال الناس خدامين بالابل واتش عارفهم كيعانيو مع هاد القضيه هادي، وانا واحد كنت منهم وعانيت مع هاد القضيه. هاد الساعة غتعطيك من يومين حتى لثلاث ايام من الاستخدام، كنهضر على الاستخدام العادي، ما غتبركش عليها وما غديرش استخدام مكثف، يعني غتوصل بالاشعارات ديالك، غدير مكالمة او اثنان في النهار، غتسمع لبعض الموسيقى، غتشوف الساعة ديالك بشكل عادي. هنا غتعطيك من يومين حتى لثلاث ايام من الاستخدام، ومن ثم غتعاود تشارجيها، واللي هو رقم مزيان يعني بالنسبة لهاد الثمن، واللي فئة واحد الفئة رخيصة بزاف في هاد الساعات الذكية، فراه رقم مزيان. بطبيعة الحال هنا ما تنتظرش كما قلت 7 ايام ولا 15 يوم اللي كاينه في الساعات ديال هواوي، من يومين حتى 3 ايام راه رقم مزيان. وهنا وصلنا للنقطه الاهم واللي كيسولوا عليها بزاف ديال الناس، خصوصا الساعات اللي رجعت سابقا. منين غنشري هذه الساعه اخويا؟ ما لقيتش منين نشريها، بشحال دايره في الثمن؟ الثمن ديال هذه الساعه داير 299 درهم مغربيه، نعم تقريبا 300 درهم، والشحن كيوصلك مجاني حتى لباب الدار. نعم، فإلا كنتي باغي تشريها غنخلي لك الرابط ديال الشراء المتجر اللي شريت انا منه هاد الساعه، سواء كنتي باغيها باللون الوردي او باللون الاسود، وراه غتوصلك حتى لباب الدار فابور 100% وغتخلص غير 299 درهم. اذا حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. فإلا كنتي كتقلب على ساعه ذكيه رخيصه بزاف، مواصفات زوينه وتضحيات صغار، فكنصحك تاخذ هاد الساعه لانها الافضل حاليا. طبيعة الحال مازال نجربوا ساعات اخرين ونشوفوا واش كاين محسن ولا لا، ولكن حاليا احسن وحده جربتها في هذه الفئه السعريه وبواحد الثمن اللي هو رخيص بزاف هي الساعه. نتلاقاو في فيديو مقبل، دمتم في امان الله، تهلاو.